السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير، هزوا الفله والاستماع. ان شاء الله فيديو تاعي تاع اليوم يلقيكم بخير وعلى خير حبيباتي. اليوم البنات ديتكم معايا بالتحويصه بزاف شابه، رايحه ندير فلوغ بزاف شباب. ديت بناتي هكذا نحوسوا شويه وفي نفس الوقت نشرو لهم شويه حوايج هكذا لا رونتري ولا الدخول المدرسي. راح كامل توجدوا لاولادكم وبناتكم ان شاء الله دخول مدرسي موفق للجميع يا رب العالمين. ان شاء الله ربي ينجح اولادنا كامل. على هذه دائما عاداتنا وتقاليدنا نوجدوا لا رونتري هكذا باش يلبسوا حاجه جديده، ماشي شرط يكون يعني حاجه غاليه. كل واحد مقدور على كل حال. انا هاد المره رحت ريتاجمول البنات وحبيت نشارك معكم هاد الفلوق. ريتاجمول سمعت باللي عنده سولد وفي نفس الوقت كاين حوايج جدد اللي جابوهم، على هادي رحت لهاد يعني هاد السنتر كوميرسيال باش هكذا نشوفوه مع بعض. بالك نتوما تاني حاجه اللي تسحقوها ولا حاجه اللي تحوسوا عليها تلقوها هنا في هذا الفيديو وتروحوا ريتاجمول الله قريب هنا في بجايه. ان شاء الله البنات الفلوق اللي نهار اليوم يعني تستفادوا منه حبيباتي. وكما قلت لكم رحت لقيت حوايج يعني بزاف شابين تماك في ريتاجمول في جناح وين يبيعوا الالبسه تاع الاولاد، وشريت لهم هكذا شويه تاع اللبسه تاع البنات. فوالا ديت بناتي في هذا اليوم وشريت لهم واش كتب ربي. على كل حال المهم يفرحوا برك هذا مكان. ورحت ثاني الجناح وين يبيعوا الاواني، دائما حنا ننسى اون جينيرال نحبوا الاواني. على هذه دائما انا كي نخرج لازم نضرب دارة هكذا الاواني لمواعن، نحب نشوف الحاجه يا لو كان ولا نشري حاجه خفيفه، ماشي شرط نشرو حاجه بزاف يعني غاليه ولا حاجه بزاف كبيره. المهم كي نضربوا هكذا دارا ونحوسوا نحيوا على خاطرنا. وما نسيتكمش حبيباتي وديتكم معايا نتوما ثاني، صورت لكم بعض المقتطفات في جولتي مع ولادي مع بناتي. فوالا البنات هكذا نخليكم تشوفوا الفيديو حتى الاخير بدون مونتاج، وانا ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي ما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعه، وما تنسونيش في البارطاج هكذا باش يخرج الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس. والى الملتقى مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله. فرجه ممتعه، سلام.